مشاهدينا، نتابع هذا الملف مع عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات السيد أحمد إياد العبيدي. أهلا بك سيد أحمد. يعني بدأتم بعدد من المحافظات بتوزيع البطاقات البيومترية، في أي محافظة بدأتم بالتوزيع وكيف وجدتم الإقبال عليها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للاستضافة. بدأنا اليوم السبت الموافق 11/11/2023 بتسليم الوجبة الأولى من بطاقات البيومترية للمحدثين في الآونة الأخيرة. الوجبة هاي الوجبة الأولى اعتبرناها الوجبة الأولى، وصلت حوالي 1,150,000 بطاقة بيومترية مطبوعة وكاملة، وزعت على المحافظات اللي خاصة اللي هي مثلا محافظة بغداد، محافظة نينوى، محافظة كركوك وديالة، وكذلك محافظة بابل. بدأت المفوضية صباح هذا اليوم بتوزيع بطاقات البيومترية، والإقبال كان جيد من المواطنين، وذلك يعود للحملة الإعلامية اللي تقودها المفوضية بأنه ضرورة استلام بطاقة الناخب البيومترية. طيب، اليوم الحديث من مطبعة صحيفة الصباح أنه أكمل طباعة السجلات وأيضا مطبوعات أخرى لها علاقة بعملية الانتخابات، هل هذا يعني أن المفوضية استكملت جميع لوازم إجراء الانتخابات أم ما زالت تنتظر إكمال فقرات أخرى؟ نعم، بالنسبة إلى موضوع مطبعة الشبكة ملتزمة مع المفوضية بشكل جيد. المطبوعات تعرف حضرتك بأنه المفوضية ملتزمة بجدول زمني وعملياتي، فالحمد لله والشكر يعني مطبعة الشبكة أكملت العمل اللي خاص ببعض المطبوعات اللي هي سجل الناخبين العام وسجل الناخبين الخاص، وبعض اللوحات اللي راح تعلق في على جدران المحطات والمراكز، بالإضافة إلى بعض الظروف أكملت طباعتها. وإحنا ماشيين وفق الجدول الزمني والعملياتي بهذا الموضوع فيما يخص المطبوعات. طيب، يعني أستاذ أحمد، يعني فيما يخص الحملات التثقيفية للناخبين، يعني ماذا أعددتم لهذه المرحلة؟ هل استكملتم عمليات تدريب موظفي الاقتراع؟ نعم، بالنسبة إلى موضوع الحملات التثقيفية للناخبين للمشاركة بالانتخابات وكذلك لاقتناء بطاقة الناخب البيومترية اللي موجودة في مراكز التسجيل اللي منتشرة على 15 دائرة انتخابية، عندنا 906 مركز تسجيل في كل المحافظات ال 15 اللي هي الدوائر اللي حسب القانون الأخير، تواجه عمل كبير جدا اللي هو ضرورة التثقيف الناخبين اللي موجودين حسب الرقعة الجغرافية اللي موجودين بها، بالإضافة إلى أكو دوائر موجودة عندنا في المكتب الوطني في بغداد وفي مكاتب المحافظات في زيارات ميدانية إلى دوائر الدولة وكذلك الجامعات لتثقيفهم على كيفية الاقتراع وكذلك اقتناء بطاقة الناخب البيومترية. طيب، فيما يتعلق بالحملات الانتخابية للمرشحين سيد أحمد، هل رصدتم خروقات لبعض المرشحين؟ إذا كانت كذلك، ما هي حجم هذه الخروقات؟ هل وجهتم إنذارات مثلا، عقوبات فيما يتعلق بهذا الصدد؟ نعم، موضوع الحملات الانتخابية وخرق الحملات الانتخابية طبعا موضوع جدا كبير ومهم جدا. احنا حاليا في المفوضية بدأنا بهذا الموضوع بنظام سميناه نظام الحملات الانتخابية. هذا نظام الحملات الانتخابية يتم من خلاله تشكيل فرق لرصد ومراقبة مدى استجابة المرشحين والأحزاب والتحالفات لحملتهم الانتخابية، وكذلك وضعنا بعض العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى وجود أيضا موضوع الإنفاق الانتخابي اللي لأول مرة المفوضية تقر قانون أو نظام تحديد سقف الأعلى للإنفاق الانتخابي. طبعا المفوضية ليست تعمل لوحدها، أكو جهات ساندة كثيرة للمفوضية بهذا الموضوع، وإحنا ماشيين بطرق جيدة ودنرصد، وبالإضافة إلى أنه خلينا خطوط ساخنة، مراكزنا مفتوحة في كل المحافظات لاستقبال شكاوي حتى المواطنين. نعم أستاذ أحمد أياد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه النشرة. شكرا جزيلا.